انسى انسى ما تحاولش، انسى وما تحاولش، انسى وما حاولش. ايه يا عم اسلام؟ ما تحاولش، ما تحاولش اطلاقا. يعني انا جايبها لك من المستقبل، ما تحاولش انك تكسب النادي الاهلي اطلاقا، يعني بالاخص لو انت متقدم عليه قبل التسعين. عرفت تقدم عليه بعد التسعين، دي حاجه جامده جدا، ولكن ما تحاولش. النادي الاهلي يواصل ترسيخ قاعده البلاس 90. النادي الاهلي متاخر قدام فريق بلديه المحله بهدف للاعب ماجد هاني اللي احتفل بشعار نادي الزمالك، وبلديه المحله عامله دور دفاعي وكابتن احمد عبد الرؤوف قافل الفريق بالضبه والمفتاح. ولكن لانه الاهلي والله العظيم قاعد بتفرج على الماتش وبقول ازاي الاهلي بقى يعملها. صعب جدا، ليفل صعب جدا من المحاوله، وليفل صعب جدا من الوصول، وليفل صعب جدا من الفوز. ازاي هتقدر ان انت تفوز على فريق انت اصلا ما كنتش عارف تسجل فيه وبتقدم عليك في العمليات صعب؟ الناحيه الثانيه كمان التوتر بيزيد اكتر، بيراميدز بيسجل هدف في الدقيقه حاجه و80 في المصري. طب ايه العلاقه؟ بيراميدز هينفرد ويفرق عنك وهيتصدر شكل ومضمون ومنظر كده الدوري المصري الممتاز، وهيكون هو على راس الدوري الممتاز. ولكن لانه النادي الاهلي تبديلات حصلت في الدقيقه حاجه و80، بينزل وتبديلات طبعا متاخره كالعاده، بينزل عمر كمال بيجيب هدف زلومي. يعني ايه هدف زلومي؟ بالزلومه حطها كده على رمان بيلي، رجله عامله كده ما شاء الله، زريبيخ رزعها ليحرز النادي الاهلي هدف التعادل. الناس برضو جمهور النادي الاهلي مش راضي، قال لك عايزين الفوز رغم الاجواء والملعب الضيق وجماهير البلديه والدعم الكبير والتغطيه الدفاعيه، ولكن النادي الاهلي خلاص جات له الهوجه. النادي الاهلي جات له ايه؟ جات له الهوجه. يواصل الضغط، الكهرباء يقوم مضيع، جاب هدف، الهدف يتلغي بداعي التسلل، يواصل النادي الاهلي الضغط، يحرز بعدها هدف عن طريق مودست في بلس 98، انطوني مودست اللي ضيع هدف ما يضيعش عشان النادي الاهلي كالعاده يرسخ العقده ويجي يقول للكل ممنوع ما تحاولش، انا الاهلي ما تحاولش. كانها قاعده دايما ثابته، النادي الاهلي يرفض دائما ان حد يعلم عليه، ودي شخصيه الفرق الكبيره اللي تخليك دايما منبهر، تخلي حتى الد المنافسين ليك معجبين. زي ما انا قاعد انبهرت، ايه الشخصيه ديت؟ وايه الروح ديت؟ وايه الجماهير اللي ما بطلتش في المدرجات وعندها يقين بفريقها رغم الصعوبات والوقت الضيق والقليل جدا، وتبقى متاخر بهدف وتلاقي الجمهور مستمر بالتشجيع وانه عنده يقين وثقه ان مش الاهلي اللي هيتعامل مع نمر هنا، والاهلي مش بتاع نمر، حتى لو الامور صعبه هيقدر يرجع ويقدر يسجل. انطوني مودست كمان الجمهور النادي الاهلي كان في سنه كمان بعد هذه المباراه ويرحل رسميا ومش هيلمسها، ضيع كره غريبه جدا، كره يعني جون قدامه كده اهو، قام حط رجله ومطلعها حاطها في الاوت، ولكن بعدها على طول يسجل هدف مهم جدا جمهور النادي الاهلي لن ينساه. دايما قاعده النادي الاهلي مش مهم مين يسجل الهدف في بلس 90، المهم ان هو كده كده هيجي. مش لاقي كلام غير ان انا ابارك ليه جمهور النادي الاهلي واللي فرحان بفوز النادي الاهلي، يا ريت يعمل لايك. الحقيقه حاجه بتخلي الكل يسكت، محدش عنده كلام يقوله ولا نقد يجي يقوله للنادي الاهلي. مليون مبروك يا اهلاويه.